زرعنا بانجو حتتنا كبر وضل على بيتنا. زرعنا بانجو حتتنا كبر وضل على بيتنا. زرعنا بانجو حتتنا كبر وضل على بيتنا. قد الحكومة خدتنا قد الحكومة خدتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد كواكا من قناة كواكا تي في, ورجعنا لكم بفيديو جديد. ويلا بينا ست سما المصري خش. احنا طبعا النهارده احنا بقالنا فتره كتير قوي ما يعني بس حس انها بتقول ايه, بقالنا كتير قوي ما قلعناش. طب ما تقلق. اوكي هو ده اللي زانق على نفسي ده. جلسة جاكوزي يعني كاملة. سيبوكوا دلوقتي من اللي هي مش عارفة تقوله ده. هي البتاع الحمرة دي انا شفتها فين قبل كده؟ افتكرت يا ست سامة انا شفتها فين. بنليف فيها الحلل. انا حطيت ليف يا حلة. ان زي ما الست ليها دوره شهريه الراجل برضه ليه دوره شهريه ليه بيريود. ده كتاب عمله كاتب اجنبي هتجربه اسمه دم مش فاكره اسمه. حضرتك تقصدي الكاتب اللي اسمه دم الدوره الشهريه؟ ايوه فاكر حضرتك. ان الراجل بيجيله دوره شهريه زي الست, بس ما بتبقاش زينا يعني بتبقى زي الست بالظبط. يعني ان هو مثلا يستخدم اولوز والحاجات دي لا, مفيش مبقاش في حاجه. الراجل مش زي الست. يعني الراجل بيجي له دوره حضرتك بس مش زي حضرتك, يعني زي حضرتك ومش زي, انا مش فاهم حضرتك. لا وما بيلبس اولوز. انا بمناسبه اولوز طبعا كنت عايز اجيب حته كده فكتبت اولوز على اليوتيوب, فللاسف لقيت رجاله بتلبس اولوز. معلش يا عم فادي بدوي, لطتك انت والجيه اللي معاك. انا مش مصدقه الكلام ده بصراحه. يعني سالت حد من قرايبي بيجي لكم الاعراض دي يعني رجاله؟ فقال لا رجاله الاعراض. ايه ده؟ هي سامع عندها قرايب رجاله؟ تعرفين سما المصري ليه دايخه؟ عشان عندها الدوره.